حيت انا ما كنتش سايقه الخبر، انا ما كنتش سايقه الخبر. هاد السيده ما هي صديقه ديالي هزيتها انا عرفت على الراجل، ما هي كانت كتجي عندي ولا كنعرفها انا شكون هي، ما انا كنعرف سميتها، ما انا تعديت عليها ومشيت حليت لها بابهم ودخلت عليهم، ما انا مشيت عند راجلها، ما انا ما اعتبرتش ولادها او كذا، لا هادشي هو اللي انا تعرضت ليه. انا ملي كنتي دايره داكشي انا ما تشاورتيش معايا، ما راعيتي لا الاسره ديالي، ما راعيتي لولادي، ما راعيتي لحياتي، ما راعيتي حتى شي حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. حقيقه تاتي هذه الندوه الصحفيه في هذا اليوم لاجابه على مجموعه ديال المغالطات. علاش؟ لانه كثيرا ولات التصريحات كتخرج بواحد الشكل اللي هو كبير بزاف، ولات واحد التصريحات كتخرج اللي هو كثير بزاف. حنايا بالصفه ديالنا تعاملنا على اساس باننا عندنا مؤسسات مهنيه اللي كنحترموها واللي كنضبطوا لها النظام الداخلي ديالها، ولاننا نحترم القانون، ولاننا نحترم بان كتكون ملفات معروضه على القضاء، فبالتالي ما يمكنش انك تبدا تخرج الامور اللي هي كتكون شخصيه للعامه من الناس. ولانني انا شخصيا اؤمن بان الملفات اللي كتكون شخصيه هي ليست للراي العام، وانما كتبقى شخصيه في حدود تطبيق السليم للقانون. ولكن سكتنا بزاف على بزاف ديال الحوايج تقالوا، وسكتنا بزاف على بزاف ديال المغالطات اللي هي تمرات، وسكتنا بزاف على مجموعه ديال الكذوب اللي في الحقيقه ولينا كنشوفوا فيه كذوب. ملي ولاو الناس كيكذبوا علينا حنايا كاشخاص، ولاو كيكذبوا على الدفاع، ولاو كيكذبوا على الهيئات القضائيه، ولاو كيكذبوا واحد المعطيات واحد الوقائع، فكان لزاما رغم ان مجموعه من الزملاء اللي هما كنطلبوا مني هذا التوضيح هذا اللي نقدموه، لان ناس اخرى ما التزماتش ادبيا ومهنيا واخلاقيا من ان الملفات اللي كتكون ديال الاحوال الشخصيه راها ما كتناقش في الشارع. الملفات اللي كتكون ديال الاحوال الشخصيه راها كتكون ممنوعه تم في القانون ديال الصحافه بان شي واحد انه يناقشها للعالم، لان داكشي كيبقى شخصي، داكشي شخصي، لان كل بيت عنده مشاكل ديالو، كل واحد في المغاربه عنده البيت ديالو، ملي كيسد عليه عنده واحد المشاكل اللي هي خاصه اللي كتكون كتخصو غير هو، ما كتخصش الناس. وبالتالي ملي كيكون شي واحد ملي كيجي كيخرج المشكل ديالك اللي عندك انت في البيت ديالك وكيعرضو على الناس، زعما شنو هو، اشنو بغيتي دير منه، اشنو بغيتي دير؟ كتكذب في واحد المعطيات اللي هي خطيره، كتكذب على الناس، كتكذب على ناس اللي هما مشتاكين، كتكذب في واحد وقائع اللي هي كاينه ومضمنه في محاضر ديال الجلسات، وكتبغي تخلق منها اشنو، زعما تأليب الراي العام على هي الامور ديال عباد الله اللي كتكون في البيوت، واش هي كتخلص الناس؟ واش دابا كل واحد عنده مشاكل ديالو، ديال الخوت ديالو، ولا ديال الاهل ديالو، ولا ديال الازواج ديالهم، ولا ديال الاباء ديالهم، واش كتعرضوها لعباد الله؟ واش كتحلوا بابكم وكتخرجوا كتناقشوا هاد الامور الشخصيه مع الناس؟ راه هادشي اللي وقع دابا. اللي وقع هو ان كاينه ملفات اللي كتخص واحد البيوت، كاينه ملفات اللي كتخص الناس، كاينه ملفات اللي هي كاينه معروضه في المحكمه، ماشي ملف اللي جديد هذا، ماشي ملف اللي شي حاجه اللي ما كايناش في المجتمع، ماشي شي ملف هذا اللي كاين شي حاجه اللي كتعبر على واحد الفكره معينه اللي غيتناقشوها الناس، كتولي انك كتلقى راسك ملزم ومجبر، وكتلقى واحد الناس كيكرهوك مكره، كتلقى راسك مكره على انهم هما اللي كيدفعوك انك تتكلم على الحياه اللي هي الشخصيه ديال الناس. وهذا اللي كيكون خطير، لانك حتى لا بغيتي تدوي على شي حاجه اللي هي معروضه على القضاء، وان كان القانون لا يسمح لك بها، على الاقل تحرى فيها الصدق، على الاقل كونوا صادقين. انا راه تفاديت في هذه المده كامله التي قرابه السنه، راه الملف هذا طوال بواحد الشكل اللي هو كبير بزاف. انا راه ما عندي حتى شي علاقه بالملف اللي كاين في المحكمه الاجتماعيه، ما عندي حتى شي علاقه بالملف ديال طفله، ولا الملف ديال ثبوت نسب، ولا الملف ديال اللي معروض هو في المحكمه الاجتماعيه. انا راه ما عندي حتى شي علاقه بهذا الملف، حيت ملي كيخرج شي واحد وكيبدا يتكلم وكينسب ليا الصفه ديالي والاسم ديالي، واللي هو كيدمجو فهاد حيت كيبغي يدير واحد الهاله، وكيبغي يدير واحد 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 الصوره اللي هي قاتمه، واحد الصوره سوداويه، احكار هاد السيده هادي دارت واحد كذا، واستدراج وعصابه، وسمعنا مصطلحات اللي هي كبيره بزاف، وسمعنا مصطلحات اللي هي خطيره اللي ما لا تصدر عن الناس اللي كيكونوا في واحد المستوى اللي هو تكويني وثقافي وقانوني، اللي يسمح لهم انهم يقولوا هاد المغالطات وهاد الكذوب هذا. كذوب للاسف، الكذوب والكذوب عباد الله. انا نبدا لكم من اول نقطه، لان دابا هذا ارتئيت ان باش تكون واحد الحوار اللي هو مجموعين في هذه المواقع كامله في القنوات هذه، باش حوار نبداو من الاول باش نتفاهموا، لان راه الا كنا كنتسناو غير بان القضاء الذي هو سوف يفصل طبقا للقانون، راه ما يمكنش بنادم يخرج يكذب على عباد الله، راه ما يمكنش. اول حاجه المغالطه الاولى اللي كانت هي تنشرات، واللي كانت دارت واحد الضجه، لفاطمه الزهراء الابراهيمي تمنع المحامين من مؤازره واحد المتهمه معينه. هذه سمعتوها؟ هذه راه كذوب،
هذا كلام ما كاينش، هذا كلام صنعوه واحد الناس وخرجوه كيقولوه الناس وكيقولوا راه الابراهيمي من عاد المحامين انهم يأزروا. هادشي كذوب، هادشي ما كاينش. علاش؟ لان المحامي الوحيد اللي كان حاضر في التقديم امام السيد وكيل مالك واللي هو محامي ينتمي لهذا السطات واللي هو حضر، علاش غادي نسحب؟ وباش نكون صادقه معاكم، باش نكون صادقه معاكم، حيت راه تكذبوا على الاموات، اما الاحياء راه ما يمكنش تكذب عليه لانه غادي يواجهك. ملي كيقول لك هذا المحامي هذا وانا يحبسوا حبس المحامون وكذا، راه جا هذا المحامي هذا حضر التقديم، ولكن الناس اللي جابوه باش يحضر التقديم وباش انه يتكفل بالملف ديالهم كذبوا عليه، قالوا عليه بان الملف ما عارفش هو الاطراف ديال هذا الملف هذا شكون هما، ما عارفش الموضوع ديال هذا الملف هذا شكون. فمنين كيجي هو غير فاش كيسجل المؤازره ديالو لهاد المتهمتين هذا في التقديم امام وكيل الملك، كيلقى بان راه الطرف المشتكي هو فاطمه الزهراء الابراهيمي. مني غادي يجي عندي الاستاذ وغايقول لي بانني انا راه جيت ولكن راه ما عرفش انا المعطيات ديال الملف، راه الناس قالوا لي التهديد والابتزاز. انا جاوبت الاستاذ اش قلت ليه؟ قلت لي الاستاذ في اطار الممارسه المهنيه ديالك دخل ازر هاد الناس هادو، مادام انك حضرتي هنايا ومادام انك تنتمي لهيئه اخرى حضر الاستاذ وازرك لي، راه ما عندي حتى شي مشكل. انا راه المحامي اللي بغى يدخل ازر في هذا الملف هذا فهو حر، لان كتكون واحد الالتزامات اللي هي مهنيه وكتكون واحد الامور اللي هي اخلاقيا وادبيا ومهنيا خاص الواحد انه يحضر ازر. ما كاين لي حقوق الدفاع، هذه حقوق الدفاع، هذه حقوق الاطراف، هذه حقوق الاشخاص. كيف ما انايا عندي دفاع يمثلني رغم انني دفاع، وكان بامكاني انني نوب على راسي، وكان بامكاني انني نوف هذاك الملف اللي كاين في المحكمه الاجتماعيه، ولكن انا راه ما كنوبش في هذاك الملف وما عندي ما يهمني. انا مشتكيه في واحد الملف واحد اخر، فالاستاذ امتنع على الحضور لسبب انهم كذبوا عليه، حيت كذبوا عليه في المعطيات وحيت كذبوا عليه في السبب ديال التواجد ديالو في التقديم. فهادشي علاش داك الاستاذ. اما باش تقول لي اجاو محامون وانني انا يحبسوا، هادشي كذوب، هادشي قاعدين من الاول غادي في الكذوب. قلت واخا نتجاوزوا هاد النقطه هادي ما كاينش، واخا داروا منها واحد الضجه وداروا منها كذا، رغم اني استغربت الاسلوب اللي مشى به الملف في المره الاولى بهذا الشكل هذا. قلت علاش هاد الامور هادي اللي هي صغيره بالنسبه ليا باش غادي نبقى نجاوب عليها؟ قالوا بان هذا، قلنا لهم اودي راه في المحكمه راه الدفاع وراه اخلاقيا ومهنيا راه ما يمكنش يدير هاد الاسلوب هذا، ومن كل واحد عنده الحق في انه يكون عنده محامي ديالو. هالكذوب منين بدا؟ غادي نجيو الكذبه الثانيه عاوتاني اللي كاينه في هذا التقديم هذا، واللي في هذه الكذبه الثانيه اللي هي قال لك تعسفات عليها داخل في محضر ديال المجلس ديال القضاء في امام الوكيل الملك. دابا الغريب هو ان الناس اللي كتصدر عندهم هذا الكلام هذا واللي كيصدر عليهم هذا الكلام هذا هما دفاع، راه حشومه وعيب وعار ان زعما يكون شي واحد اللي هو يمثل واحد الصفه وانه غادي يبدا يكذب على عباد الله باش انك تدغدغ المشاعر ديال عباد الله، باش انك تشد واحد الشخص واحد السيده واللي هي ضحيه وبغيتي ترد منها متهم، بغيتي تشدني انايا اللي انايا مشتكيه في واحد الملف، وبغيتي انك تصور العباد الله بانني انا راه كنتحكم في الملفات وبانني راه انا تعديت ورانا تعسفت. ودابا بالله عليكم شكون هو الضحيه في هذا الملف هذا؟ شكون الضحيه؟ انا هاد التقديم هذا اللي كيتكلموا عليه وكيقولوا لك راه تعسفت عليه، وخا هاد الناس هادو الدفاع هذا راه ما كانش حاضر في التقديم كاع، وانا ما حضرتش لهاد التقديم. ها اللي كيقول لك تعسفت عليه في التقديم، انا ما حضرتش كاع لهاد وكيل الملك، انا حدي حضرت الدخول ديالي الاول، انا اللي اكدت ما انا استمعت للتصريحات ديال الاطراف، ما انا استمعت للمواجهه ديال الاطراف، ما انا حضرت للمتابعه ديال الاسترات النيابه العامه، ما حضرت حتى شي حاجه. حدي انني اكدت بانني اتمسك بحقي كطرف المشتكي في هذا الملف وبانني كنقدم تنازل لهذا الطرف الثاني فقط. بقات عاوتاني الامور غاده بهذا الشكل هذا، توصلت الجلسه اللي غنبدا نسمع فيها انا شي حاجه اللي هي غريبه جدا. الامور اللي كاينه في هذاك الملف اللي كاين في المحكمه ديال الولفه، واللي هاد الناس هادو كيقولوا لا حكا راه الابراهيمي دارت واحد الشكايه كيديه، واخا هاد الكلام هذا راه ما حشومه، عيب 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 يتقال، عيب يتقال من الناس ديال القانون، عيب، لان كل واحد عنده الحق انه يدير الشكايه ديالو. انا عندي الحق، انا حسيت براسي بانني متضرره، انا حسيت براسي بانني ضحيه، شكايه درتها في مواجهه جوج ديال الناس، باش ماشي يجي واحد ويقول لك لا حكا علاش هادي علاش الراجل لا علاش كذا. هذاك الشيء كاين في القانون، راه ماشي انا اللي وضعته. ثم انا فاش درت الشكايه راه درتها بجوج ديال الناس اللي هما بهم بجوج، ما ستني حتى شي واحد فيهم وما خليت حتى شي واحد ودرت الاخر. المعطيات اللي كانت قدامي درت بها الشكايه. دابا غتسولوني كيفاش درت الشكايه، حيت هاد الناس كيقول لك حكا راه تا وضعات المقال. ايه راه فعلا راه صحيح الكلام، علاش؟ حيت انا ما كانش سايقه الاخبار،
انا ما كنتش سايقه الخبار. هاد السيده ما هي صديقه ديالي، هزيتها انا عرفت على الراجل. ما هي كانت كتجي عندي ولا كنعرفها انا شكون هي، ما انا كنعرف سميتها، ما انا تعديت عليها ومشيت حليت لها باب ودخلت عليهم، ما انا مشيت عند راجلها، ما انا ما اعتبرتش ولادها او كذا. لا، هادشي هو اللي انا تعرضت ليه، هادشي انا اللي تعرضت ليه، هادشي انا لوحدي، انا ما عندي حتى شي علاقه، انا ما كنعرفهاش وهي كتعرفني. لان هاد السيده هادي كانت في الاصل انها منين تخرج تبكي على الناس تقول لهم اودي انا راك كنعرفها، انا راك كنسبها وكنشتمها في الماسنجر، انا راك كندخل الصفحه ديالها على الفضاء ديال التواصل وكنت كنعيرها، انا راك كناخذ صورها وكندخل عندها الواتساب وكنعيرها. كنت خاصك باش واحد يكون صريح مع نفسه، لان باش تجي دابا وتقول بانني ضحيه وانني مريض وانني عندي شواهد طبيه وانني انا ما تعديت على حد، راه ماشي انا اللي جيت عندك، راه ماشي انا اللي دقيت عليك، راه ماشي انا اللي جيت لقيتك، انا راه ما كنتش معاك وما كنتيش كتشاوري معايا. انا الوقت اللي كنتي كتمشي تسافري وكتصوري هذيك التصاور، انا ما كنتيش كتشاوري معايا الوقت اللي عارفاني انا بولادي وبداري ومشيتي دخلتي من هذا الباب. انا ما كنتش كنعرفك، انت كنتي كتعرفيني. بالتالي من الوقت اللي غادي تجي عندي انايا وغتعيطي ليا وغتقول ليا بانني راه وضعت واحد المقال، انا ما سوقيش. لان النزاع اللي كاين كان نزاع، راه ماشي انا اللي افتعلته. النزاع هو انك ما صورتي حتى شي حاجه من هذا السيد، جيتي كتصلي بيا انايا باش ندير حل. دخلنا عليكم بالله اش من حل ان الواحد كيتصور بانني ممكن نديرو انا الا كانت وحده كتعيط ليا تقول لي راه وضعت مقال. واش انايا تشاورتي معايا في داكشي الاخر عاد غادي تشاوري معايا في المقال مثلا؟ ما لقيتيش حل، جيتي انا غادي نلقى لك حل؟ واش انايا انا جيت عندك لداركم؟ دابا ولينا حنايا لا حقه، راه تعسفت عليها لا حقه، فاش غنتعسف عليها؟ شكون يتعسف على الاخر؟ شكون تعسف على الاخر؟ منين انايا غتعيط ليا الاخت ديالها وهي وغادي يقولوا لي راه درنا واحد المقال وكان داز في واحد الجلسات وما كذا؟ اذا انت ما لقيتيش حل، اذا انت عرفتي بان راه كاينه شي حاجه اللي وحلتي فيها، علاش غتعيطي ليا انايا الوقت اللي كنتي كتسبيني وما كنتش كنعرفك وما كنتش كنعرف لا عنوانك ما كنعرف لا سميتك ما كنعرف حتى شي حاجه؟ دابا كتعيطي لي باش تقول لي كاين راه الحق راه كاين واحد المقال. ومع ذلك ومع ذلك انا جاوبتها وقلت انا عمرك اتصلي بيا، انا ملي كنتي دايره داكشي انا ما تشاورتيش معايا، ما راعيتي لا الاسره ديالي، ما راعيتي لولادي، ما راعيتي لحياتي، ما راعيتي حتى شي حاجه. جيتي دابا بغيتي تشكي عليا فشي حاجه اللي انا ما عندي بها حتى شي دخل. وانا قلت ليها بهذا الاسلوب، قلت ليها القضاء هو اللي بيناتكم والمحكمه هي اللي بيناتكم. كانت الحاجه الوحيده اللي كنت باغا انني نشوفها باش انني تيبان لي الوضع شنو هو، تيبان باش نعرف، خاصني نسمع من جوج ديال الاطراف. راه ما يمكنش تسمع من واحد وما يمكنش انك تكون ورا الهاتف ديالك وانا كتسب واحد الطرف وانت باقي ما سمعتيش ليه وما عرفتيش. راه حيت ماشي هو الحل باش تكون واشي قضيه وتكون انك بغيتي تفصل فيها حتى من الناحيه الاسريه ومن الناحيه الاجتماعيه ومن الناحيه النفسيه، انك كتشد واحد كتجلس كتصبط فيه وكتسلخ فيه في الشهر به، كتقذفو ما كتخلي ما كدير ليه. علاش؟ باش تخلي الانطباع للناس بانه حق راه هذا ظالم، حق راه هذه مظلومه. الله اكبر، هي انقلبت الايه في هذا المجتمع، انقلبت الايه. ولينا دابا شي واحد اللي كيمشي دابا للمحكمه اللي ياخذ الحق ديالو. دابا كاع الناس كلهم اللي كاينين هنايا اللي هما في البيوت ديالهم اللي كيمشيو يرفعوا الدعوه في المحكمه في مواجهه شي واحد اخر راه كيولي ظالم. دابا انا درت شكايه طبقا للقانون، ما مشيت ما تعديت ما تعسفت ما درت شرع اليد، ما مشيت فرقعت بيبان، ما سلخت عباد الله، ما مشيت درت الاجراءات ديالي اللي كيخول لي القانون اللي هو حقي، حقي درت شكايه. شكايه عرفتي متى غادي نوضعها؟ حيت ملي وصلت للتهديد، انا وصل بيا التهديد، ملي ولا واحد النوعيه كتقول لك لا بغيت نشوفك، بغيت نشوفك ضروري بغيت نشوفك، دابا تبغي تخرج عند الناس وكتقول لهم استدراج وجابت وسو، كتجيك وحده حتى هي اللي ما عندها حتى شي صفه وكتولي لا راه استدراجتها. واش هذا الكلام هذا؟ وهذا كلامي الا صدر على الناس اللي هما ما فاهميش القانون غنعذروهم، ولا صدر على واحد الناس اللي هما سامعين المغالطات غنعذروهم، ولكن كلامي كيخرج مع الناس ديال القانون راه كيولي غباء. راه كتولي شي حاجه اللي كتقول فيها اللي الاخر ما غاديش يحترمك عليها، راه كتولي ملي كتوجه هذا الخطاب وكيسمعوك الناس دارسين القانون غيضحكوا عليك. ولكن باش تخرج غير باش انك دير تاليف ديال الراي العام، وباش انك تبدا تستمل القضاء والتاثير على القضاء، وكتصور الناس واحد المعطيات اللي هي خاطئه وما كايناش، وكتكذب على عباد الله، وكذبتي عليا انايا في مجموع في كل شيء، في كل شيء، ولحد الساعه كذوب، وكذا كيكذبت على القاضي، قاضي ديال الجلسه كيكذبوا عليه، قاضي ديال الجلسه كيكذبوا عليه، كيحضروا الجلسه، المعطيات اللي كتكون كتناقش في الجلسه عباد الله راه ماشي داكشي اللي كتخرجوا كتسمعوا في الزنقه. راه هذاك الميكرو اللي كيكون برا ورا في الدروج ديال المحكمه راه ماشي هو الكلام اللي كيتناقش داخل المحكمه، راه هادشي ما كاينش. كيقول لك راه سبات، راه هانتها، راه عيراتها. ودابا نتوما كصحفيين كتكونوا حاضرين لهذ المحاكمه وكتكونوا حاضرين لهذ الجلسات، وانا دائما كنتكلم على الجلسه ديال جونحي. واش عمركم شفتوا هذا العجب هذا؟ واش عمركم شفتوا شي حاجه بحال هذا الشكل هذا؟ واش عمركم شفتوا شي ملف ولا فيه شواهد طبيه غيتفرقع بالشواهد الطبيه؟ وكيخرجوا كيقولوا للناس لا راه هي تعرضت لضغوط نفسيه وتوعي نفسي. واش شهاده طبيه كتجيبها برجليها؟
كنجيبها برجليها. واش وحده كتجيب شهاده طبيه برجليها نهار الجمعه مع ثلاثه العشيه وكتخشيها في الملف كتابه الضبط باش ما تحضرش الجلسه ديال نهار الاثنين مع الوحده؟ وشهاده طبيه شنو فيها؟ ان غوبو دو سيجور، شهاده طبيه ديال الطب العام، وكيجي خرج وكيدير لك فيفه فيلم وتعاني ومقبله على كذا وهذا. واخا هادشي ما كانش فيها ملي كانت كدير داك العجب، ما كانتش مريضه، كان صحيحه في صحه، ما كانتش واحد العائله جالسه كتكرفص عليها، ما كانش عندها مشكل، كانت في كامل قواها العقليه وكامل صحتها. ما كانش ملي دارت هي داك المقال تما في ديك المحكمه الاجتماعيه، كان صحيحه في صحه، كتحضر للجلسات، كدير كتجيب الناس حاضره، كدير تصريحات، واخا ما كاين حتى شي مشكل. دابا اللي مريض كيمرضها في القاعه ديال المحكمه، القاعه ديال المحكمه، واخا يكونوا كيهزوا في الملحه، راه الواحد كيحضر غير بصفته الشخصيه، وكيحضر داخل القاعه وكياكد الحضور ديالو، لان السيده كانت معتقله وغير تمتعت بالصراح المؤقت، وهذا هو السبب اللي غادي يبدا يخليني قبل عام ما بقات غتمتع حتى شي واحد بالصراح على قبل هذا الشيء اللي كيطرا. لان واحد ملي كيكون معتقل وكيتمتع بالصراح بمعنى عنده واحد الكفاله، خاصو يحضر ديك الجلسات. هذه الجلسه هذه ما غاديش تسالي، وهذه الجلسه هذه ما غاديش تسالي لسبب واحد، لان هاد الناس فعلا عندهم رهانات على واحد المحاكمه لوحده اخرى، رغم اني انا كنقول من الناحيه القانونيه راه هاد الملف ما عنده حتى شي علاقه بهاد الملف، هما عندهم شي تصور واحد اخر. ما كاينش هذا الطلاق ولا كيتناقش في الشارع، راه الطلاق ولا كيتناقش في الصحافه. رغم ان الانسان اللي كيكون هو كدفاع وكيحترم نفسه، على الاقل احترم النظام الداخلي ديال الهيئه ديالك، النظام الداخلي ديال الهيئه ديالك كيمنعك انك تكلم، يمنعك، يمنع على المحامي ان يتكلم ويتحدث في الامور اللي كتكون معروضه امام القضاء. نتوما ما كتحترموا لا النظام الداخلي ديال الهيئه ديالكم، ما كتحترموا لا نقابه، ما كتحترموا لا زماله، ما كتحترموا لا الامور السريه، لا كتحترموا لا تحقيق، ما كتحترموا لا حتى شي حاجه. حتى الطرف الاخر بالنسبه لك كتعتبره انت خصومه بالنسبه لك، بغيتي تخاصم معايا انايا في واحد الملف وانا اللي فيه طرف وانا لا انوب فيه وانا ما كرتديش فيه البيد لو كنرافع على راسي رغم ان عندي فيه حق، ومع ذلك كتخرج كتكذب عليا، كتكذب عليا. ملي كتخرج وكتقول لهم لا حكا راه عيرت ليها وسبت ليها والديها، وحيب عيب، حشومه كاع هاد الهضره هادي تخرج تقولها في الزنقه، حشومه، حيت كتوليو كذابين، حيت كتوليو كتكذبوا. ملي كتقولوا سبات ليها والديها ولا هانت والديها، وكتخرجوا كتمثلوا على عباد الله وكتصوروا لعباد الله بان راه السيده هادي ما عرفتش شنو كدير في هاد المحكمه، راه ما داكشي اللي كيروج داخل قاعه المحكمه هو تماما اللي كيكون مضمن في المحاضر ديال الجلسات بحرفيته. شي واحد تعدى على شي واحد كتكتب، شي واحد قال شي كلمه كتكتب، ها اللي كيرافع ها الدفوع ديالو، ها اللي كيدوي ها شنو قال، ها الحركات اللي دار الفلان، ها الحركات اللي دلع، هادشي كلشي كتضمن في محاضر ديال الجلسات. هادشي عمركم غادي تلقاو في محاضر جلسات، علاش؟ حيت ما كاينش، حيت ما كاينش.